يا حاج يا حاج، عادة في عبد الناصر زيدان يطلبك ويقعد 6 أشهر على ما يرد عليه. أنا لايف تخش تسلم على الناس؟ لا استنى نخليك تخش تسلم على الناس عشان عايز أسألك سؤال على الهوا. لحظة، معانا هو الأستاذ عبد الناصر زيدان اللي الناس بتقول إن أنا هو زعلانين ومقطعين هدوم بعض. منور الدنيا يا حاج عبد الناصر. حبيبي ابو محمد ازيك؟ انت اللي عامل انت ايه؟ طمنا عليك. والله انا سعيد ان انا اهو بتصل اطمن عليك، لقيتك هوا قلت لي ادخل، قلت لك حاضر. طيب منور الدنيا، عامل انت ايه دلوقتي؟ صحتك؟ والله احسن الحمد لله، النهارده احسن الحمد لله. الاعراض بدات تروح خالص الحمد لله. طب ونتائج التحاليل؟ الحمد لله يعني كلها المصل ملوش علاقه بيها. أيوة. فبطمن الناس، بس هو استرازيلكا عنيف مع بعض الناس. ايوه وسهل مع بعض الناس، ولكن في جميع الاحوال هو الافضل للي لسه ما خدش، انصحه باسترازيلكا. هو احنا لنا اختيار؟ انا خدت استرازيلكا بس ما كانش ليا اختيار. لا هو دلوقتي عشان انت خدته مبكرا. يعني ما كانش لسه الناس اقبلت وما فهمتش الامصال واللقاحات. أيوة. ولكن دلوقتي بيبقى في اختيار، يعني ممكن تدور تشوفه فين وتاخده يعني. ولكن هو يعني قصدك ممكن الواحد مثلا اللي بيقدم ده مش بتجيله رساله يروح المكان الفلاني؟ لا، اللي بيروح المكان الفلاني ما بيبقاش عنده اختيارات. ايوه ولكن انا بتكلم على كده. ولكن هو في بعض الناس بتجتهد تروح تسال على استرازيلكا ما تلاقيهوش، يقول له طب ممكن هيجي امتى، يقول له الاسبوع اللي جاي، يقول له طب انا هاخد استرازيلكا، وهكذا يعني. في بعض الناس عملت كده، وفي بعض الناس بتسأل تشوفه فين وممكن تروح. ودلوقتي بصراحة وزارة الصحة يعني بتسهل، خصوصا بعد المبادرة اللي أطلقها سيادة الرئيس، لقاح لكل مواطن، والحملة دي بدأت تنزل في بعض المحافظات وراحت الفيوم وكفر الشيخ، 4 محافظات، وبعد كده يعني هتبدأ تروح مع محافظات النائية والصعيد. ليه؟ لأن في أمهاتنا وأبائنا وأخواننا وأخواتنا وأخواتنا الأفضليات من النساء اللي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، ما بيعرفوش يتعاملوا مع التليفون. فالمبادرة دي مبادرة محترمة من الرئيس، ان الحملة دي معناها ايه؟ انه بيروح للناس دي ويسجدهم بنفسه المندوب بتاع الحملة ويديهم اللقاح في التو واللحظة دون انتظار رسائل. طب يا رب يشفي الجميع. بس هي كانت الاعراض عندك تقيلة يا حاج عبد الناصر زي محمد فتحي كده عندنا؟ لا لا ما كانتش تقيلة، هو انا ما دايما اقول لفظ كانت عنيفة. ما انا يعني مش عاوز اقول حاجة تضايق الناس. لا 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 هي إيه؟ عنيفة بس رغم العنف انا بنصح باسترازيلكا ان امكن انك انت تاخده، لانك انت بدل هتاخد ماسك خد حاجة تكون مفيدة. وعلى فكرة والصيني كويس، لان كبار السن وبعض الناس اللي عندهم سكر وضغط ما ينفعش معاهم استرازيلكا. لا انا خدته من عنده سكر وخدته كان جاي له صداع وسخونية بس. بقول لك بعض الناس، ولذلك انا دلوقتي بنصح نصيحة، لان الدنيا بتتقدم وبقينا في مصر الحمد لله نعرف ونفهم والناس بتنصحنا والدكاترة بتتكلم وبتفيدنا. ممكن يسأل دكتور معالج او اي حد لو ما عندوش دكتور معالج من الناس البسيطة، يسأل ويطلع ويشوف، يقول انا عندي كذا كذا كذا، فيتقال له ننصحك بكذا، فده متوفر. لكن الاول لما خدت انت كانت الدنيا كلها في العالم على عوائدها، محدش عارف فايدة استرازيلكا من فايدة الصيني، من فايدة فايزر، من فايدة سيما فارم، يعني ما كانش حد عارف. لكن هي لما اوروبا كلها خدت استرازيلكا، على فكرة بالمناسبة فرنسا غير معترفة باسترازيلكا، ولكن باقي اوروبا كلها بتاخد استرازيلكا. والمانيا عملت بحث جميل جدا يا ابو محمد، بننصح بيه الناس، قال لك اترغرغ 4 مرات في اليوم ميه بملح، وواظب على ذلك، خلال 6 اشهر المانيا ستخلو من كورونا. ياه. والله دي حاجه بسيطه يعني، نتغرغر ميه بملح 4 مرات. لان بيقول لك موطن كورونا الحل. طبعا. فلو انت واظبت على 4 مرات غرغره ميه بملح انت بتقي نفسك من كورونا، لدرجة انهم قالوا لو الشعب الالماني واظب على ده يوميا خلال 6 اشهر لن يكون مواطن عنده كورونا في المانيا. وكمان
في خبر سعيد جدا زف للعالم كله اول امبارح، ان منظمه الوادا او المنظمه اللي هي بتاعت AHA اللي هي بتاعت الامصال واللقاحات في امريكا رفضت اعطاء جرعه ثالثه من اي لقاح. يعني كان في كلام ايوه لا قالوا هتعمل في امريكا الجرعه الثالثه دي الجرعه على فايزر، جرعة تنشيطية من فايزر على أساس أنك أنت التحور بتاع الميكروب اللي بعد ده يدل على أن الأبحاث دقيقة وأن الناس أمينة على الإنسانية عكس ما بيتقال. فرفضوا ده، أنك إلا في حالة ينصح بيها الأطباء لكبار السن أو اللي مهددين أنهم ممكن يموتوا إذا جات لهم كورونا، ولكن رفض أن يتخذ جرعة ثالثة على مستوى العالم، وده خبر سعيد جدا يعني. طب الحمد لله. طب عبد الناصر، النهارده سيادة الوزير اكد ان في انتخابات في كل الهيئات الرياضيه، شايف ان ده الشهرين دول هيبقى فيهم توتر ولا هدوء ولا ايه؟ لا هو بص، يمكن انا اتكلمت يا ابو محمد من حوالي 5 ايام او اسبوع في البرنامج اللي انا عامله بتاع الانتخابات اللي هو الطريق الى متوبه. انا رصدت من خلاله ان كل الجمهوريه شغاله انتخابات. يعني عند نفسها كل الأندية شغالة انتخابات. صحيح. المنيا كذلك الأمر، بحري، إبلي، كله شغال انتخابات. فصعب جدا دعوة الأندية كلها لإجراء انتخابات وفجأة يحصل توقف. فموضوع الانتخابات من وجهة نظري أصبح أمر واقع، ولكن نادي الزمالك حالة خاصة في ظل اللي بيحصل. هل نادي الزمالك هيحصل في انتخابات ولا ممكن تؤجل الانتخابات؟ وفقا للقانون تحصل، وفقا للقرار الوزاري يبقى في انتخابات، قرار الوزاري ما تغيرش، وبنسبة لا تقل عن 70%، ولكن تبقى 30% ان هناك محاولات لتأجيل الانتخابات في الزمالك. والله انا اتمنى تأجيلها في الزمالك. بس بص، الجمهور مش عايز ده. عايز ايه؟ واحنا بنتكلم بلسان حال الجمهور. الجمهور بيحارب من اجل اجراء انتخابات عقلية. تتوقع مين يبقى رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، ومين نائب ومين امين صندوق؟ بص، عايز اقول لك على مفاجأة ويمكن اتكلم فيها النهاردة، وخلينا اقولها لك انفراد. اتفضل. خلال ايام سيسدل الستار على اهم سؤال يهم الزملكاوية، مرتضى منصور نازل انتخابات ولا مش نازل؟ أيه. على مسؤوليتي الشخصية مرتضى منصور هينزل انتخابات. هينزل انتخابات. على مسؤوليتي الشخصية. والنهاردة يمكن تأكدت من مجموعة من المصادر، وهو هيعلن ده ربما خلال ده أيام. عشان الخطاب اللي هو للوزير عمله بتاع التنازل عن القضية؟ لا، هو بص، في ثلاث حاجات يا ابو محمد. الحاجة الأولى انه هو ليس هناك جهة تحقيق حققت فيما قيل من مخالفات. هو في الفيديو النهارده بيقول التحقيقات. في الفيديو قال جملة ضمنية معناها انه بيحضر التحقيقات. لا، هو راح قدم مستندات. ولكن لم يستدعى كمتهم حتى الآن. طب افرض نزل انتخابات، مين يكسبه؟ لا بص، يتوقف على مين المنافس. ما انا بقول اهو، بصفة ان احنا خبراء في الملف ده، في مجموعة من الناس ما زالت بتلوح انها هتنزل ولكن لم تحسم. يعني احنا يمكن انا وانت انفردنا وقلنا المهندس خالد عبد العزيز احد فرس الرهان القوي. صحيح صحيح. وهيتوقف مين اللي هيكون معاه في القايمة، ويقال ان في مجموعة ستكون مفاجأة. في كلام على علاء عابد عضو البرلمان ورئيس لجنة حقوق الإنسان ولجنة ده هينزل عضو في البرلمان. هينزل عضو. ما بقول لك، هيبقى مع مين ولا هيقود قائمة؟ في كلام على حسين لبيب وقائمة، وربما تكون توافقية، ولكن بعض الأحداث اللي حصلت، هل ما زال حسين لبيب بنفس القوة ولا موقفه بقي ضعيف؟ النادي منقسم ورموزه. ونسيت أحمد سليمان. ما لسه أقول لك، النادي منقسم وغير متفقين على رأي. تيجي بعد كده للناس اللي قبلت بلاء حسنا في القديم. أنا بديت معاك في الأسامي الجديدة اللي هي لم تظهر في المشهد. ما بين الوزير خالد عبد العزيز، ما بين حسين لبيب، واخد بالك، ما بين علاء عابد، هل هو في قايمة ولا هيقود قايمة كرئيس؟ ده الأبرز اللي بيتقال. الوجوه القديمة تعالى هتلاقي
عندك اللواء احمد سليمان برضه وله وفي مطالب كثيره جدا داخل الجمعيه العموميه بتطالب بيه، وهتلاقي مرتضى منصور. خلينا نتكلم بمنتهى الامانه والموضوعيه، مرتضى منصور داخل نادي الزمالك ومع جمهور نادي الزمالك له ارضيه كبيره جدا وله اتباع بالالاف. برضه ناس من الحرس القديم له نفس الموضوع، ولكن هيتوقف انت معاك مين وده مع مين وده مع مين. يعني اللي هو احمد سليمان هل يستطيع ان هو يعمل قايمه بقوه قايمه الانتخابات الماضيه؟ ده سؤال مهم جدا هيتوقف عليه حاجات كتيره جدا. مرتضى منصور لو اعلن فعلا انه نازل على راس قايمه مين اللي هيبقى معاه هيتوقف معاه حاجات كتيره جدا. تعالى بعد كده الناس اللي بتقول لك هل ربما الدولة تتدخل، تدخل الدولة من وجهة نظري للحفاظ على الاستقرار وان الانتخابات تؤدى كاملة صحيح صحيح بشكل محترم، ولكن اللجنة النهائية هتقول انه تنطبق عليها الشروط لن يكون هناك مجاملة لأحد. يعني افسرها بشكل سيتم استبعاد وجوه كثيرة جدا من خلال اللجنة المشرفة وانتقاء الأوراق ومن يتوفر عليهم الشروط. في المرحلة دي في ناس مفاجأة سيتم استبعادها. يعني هيكون في مفاجأة في إعلان مين اللي هينزل الانتخابات، وهيكون في مفاجأة في أسامي ستستبعد من خوض الانتخابات. طيب أنت قلت دلوقتي المرشحين للرئاسة، مين الأعضاء اللي لو اتجمعوا ورا رئيس ينجحون؟ نائب وأمين صندوق وأعضاء يعني لهم ثقة الانتخابي. أنا شايف من الوجوه اللي ممكن تعلي كفة قايمة بشكل قوي جدا جدا في حالة ما تواجد في قايمة يتصدر المشهد هاني العتال. أيوة، لأن هاني العتال عامل حاجة كويسة جدا، وانا هنا بتكلم كمراقب. أيوة. مش كلام فيه شيء من المجامله او شيء، ده حقيقه. ده هاني نجح ومرتضى بيحكم. لا هو بالظبط، هو هاني العتال كقوه عامل حاجه كويسه جدا الفتره دي انه مبتعد تماما على المشهد وسايب الناس تشتغل. ابتعاده لا استحسان، لا سايب الناس تشتغل، وفي نفس الوقت الابتعاد والهاشتاج اللي انا اطلقته بتاع اتفرج من بعيد سيفيد كل واحد خد قرار انه يتفرج. من انغمس في المشاكل خلال الفترة دي، يعني عندما دخل حسين لبيب في حقل الألغام وبدأ يبقى طرف من المشكلة، سيكون من الصعب ان يكون طرف في المعادلة بتاعة الإصلاح. ولكن المبتعد واللي مش هيظهر غير في التوقيت المناسب أسهمه ستكون قوية جدا، لأن هيكون في باكراوند وخلفية تكونت عند الناس خصوصا الفترة اللي جاية وبعد الفيديوهات اللي هدد بيها مرتضى منصور والأربع فيديوهات اللي هيبدأوا من يوم الخميس، لأن عندي كواليس مهمة جدا بخصوصهم أنهم سيكونوا بشكل كبير جدا فيهم مفاجآت مزلزلة ستضر ناس كثيرة موجودة على المشهد. وطبعا الناس دي ما ينفعك تسكت، لازم ترد ولازم يكون ليها حق الرد ولازم يكون في اخذ وعطاء. فالمبتعد عن المشهد واللي بيحب الزمالك وعنده اجنده محترمه لانقاذ الزمالك هو صاحب الدور. انا شايف ان ده متوفر في هاني العتال وهو نمره واحد حتى الان. طب انت قلت علاء عابد، وعلاء عابد في فيوتشر يا ابو ناصر؟ لا، ما هو بص يا كثيرين نزلوا انتخابات ولما نجحوا في أندية أو اتحادات أبي يستقيل يعني؟ بالضبط، لأن القانون بيقول له القانون لا يمنعه من الترشح، ولكن يمنعه من أن يكون في مكانين، فعليه أن يختار. يعني عندما يتم قبول أوراقه معناه أنه استقال من مكان عشان يترشح في مكان آخر. طيب. أو لو نجح في المكان عليه أنه يختار واحد منهم. طيب عاوز اسالك سؤال مهم جدا، التايم لاين كله عمال يسالني بيقول لي انا إيه؟ بس عايز اكمل حاجه. طب اتفضل. بيجي بعد هاني العتال من الوجوه اللي ممكن تعمل شغل كويس الدكتور حسام المندول حسين، على الرغم انه حسام شغال انتخابات من اول يوم وله علاقه طيبه طبعا. لا، وعايز اقول كمان للزملكاوي عشان انا برضه بنحلل بما يرضي ده، ان في ارضيه كبيره مع المندول الحسيني قديمة حديثة. بمعنى ايه؟
انه عنده اوريدي كتله تسويقيه كانت موجوده الناس في مدارس والده في نادي الزمالك. اه بالظبط. والدايره بتاعته فيها اعضاء من نادي الزمالك، دايره بولاق. الله ينور عليك. ولذلك انا اخترت اتكلم عن القوه الانتخابيه اللي موجوده. اظن هاني شكري ايضا له تاثير. ما لسه كنت اكلمك برضه، هاني شكري سيكون قوه، ولكن هنا لما تيجي تتكلم عن هاني العدل بالتحديد، حسام المندول حسيني، هاني شكري، بس هاني قدهم هما الاثنين، واثنين كمان هاني العتال قدهم. متفق معاك، بس يبقى سؤال، ما هو المنصب الذي سيختاره هاني العتال، وهل سيصطدم معاهم لو قرر ينزل في منصب غير امين الصندوق، غير لا لا. نائب الرئيس؟ لا هاني لو ما نزلش نائب هينزل رئيس، عدا هذا لا. ما انا بقول لك المعلومه اللي بيتقال في النادي، لو ما اصطدموش الاثنين دول المستفيد نادي الزمالك. لا هو هاني نائب، اللي عاوز ينزل قبله نائب ينزل. طبعا لغايه دلوقتي موقف احمد جلال ابراهيم قامت، هل سيحصل على اذن من القضاء ام سيبتعد عن الانتخابات؟ هو السؤال بس يا عبد الناصر، السؤال مش القرار والنيابه بتحقق، احنا المجلس ده اتشال لان هو غير قيم على انه يدير المال العام، وهو متهم باهدار المال العام. ازاي هيرجع واتحاد ما انتهتش؟ او يبقى لهم حق الترشح واتحاد ما انتهتش؟ عندما سئلت على في ذلك، سالت ناس كثيره جدا متخصصه في ذلك، قال لك ان القانون يمنعك من الترشح في حال ان المحكمه اصدرت حكما نهائيا باتا يمنعك من الترشح، لكن حتى لو النيابه احالت البعض بتهم ايا كانت هذه التهم، ما دام المحكمه لم تصدر حكما نهائيا يمنعك من الترشح، من حقك تترشح. طيب عبد الناصر، اخر سؤال، التايم لاين كله بيساله لك. بس مش عايز انسى الدكتور مصطفى عبد الخالق. لا طبعا فوق راسنا الدكتور مصطفى، وطبعا فرصه عاليه طبعا. بالظبط، والوجوه الجديده اللي بدات، وعبد الله جورج برضه. والدكتور عبد الله جورج، والوجوه الجديده يعني في ظاهره اللي هي ابناء النجوم، وليهم ارضيه كبيره طبعا، خصوصا في الفرق الرياضيه طبعا. يعني ابن الكابتن محمود الخواجه طبعا تحت السن. بالضبط، يعني ابناء النجوم، عدد كبير من ابناء النجوم سيكون في الانتخابات القادمه. انا بس مش عايزه اقول كل الاسماء. لا كده كويس، بنقيم بشكل عام عشان الوقت. طيب سؤال بقى التايم لاين كله بسألك، بقول لك استجبت لمبادرة الصلح والصمت والهدنة مع خالد الغندور اللي أطلقها أونكل امبارح وكلمك فيها وكلم فيها على الهوا؟ مين خالد الغندور؟ كابتن خالد الغندور. أنا ما أعرفش حد بالاسم ده. يعني إيه؟ مش هيبقى فيه هدنة؟ هذه أسماء نكرة ما بسمعش عنها نهائيا، على عليه انه طب خلاص بقى، خلاص على النص مليون جنيه اللي قال عليهم المرتضى منصور من شويه. احنا يعني عايزين نعرف هم 400,000 ولا 500,000، لكن خلاص الاشكال دي ما اعرفهاش. خلاص انا كنت اتمنى ان يبقى في هدنه ويبقى كده وكل واحد يبقى في حاله وكده يعني. المهم اخلص انا اللايف واطلبك يا حبيبي. وانا اعدك بحلقه عن الانتخابات هيكون فيها اوراق ومستندات مهمه للناس، بس في التوقيت اللي يفيد الناس ان شاء الله. طيب. نعملها سوا بإذن الله. واحنا نطلع مع بعض يوم 9 نوفمبر يا ساجد، ايا كانت الظروف نعمل. ماشي يلا. شكرا. اخلص واطلب. ابو عبد الله جه؟ لا. طيب ماشي. ماشي يلا سلام.